قبل ساعات من انطلاق مرة امتحانات الثانوية العامة، لقاء خاص مع أستاذ الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في ضيافة برنامج نقطة نظام للحديث عن شكل امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل عملية التصحيح الإلكتروني، واللحظات الأخيرة لتهيئة أجواء اللجان الامتحانية، وللرد على استفسارات الجروبات ومواقع التواصل الاجتماعي، مع سامح حسين وهدير أبو زيد، فقط وحصرياً الجمعة الساعة 10 مساءً على مدرستنا 3.